نتحدث أيضا عن ملف كان 2025. أنت تدرك أن الوقت قرب على موعد الإعلان عن هوية البلد الذي سيحتضن المسابقة، هل لك أن تمدنا بأكثر تفاصيل عن هذه القضية؟ والله احنا عندنا طبعا 5 دول تقدموا بشكل رسمي، زامبيا ونيجيريا وبنين ملف مشترك والمغرب والجزائر. انا شخصيا بشوف ان نيجيريا وبنين وطبقا لتصريحات رئيس الكاف هتبقى فرصهم مش كبيره. ليه؟ لان هو ذات نفسه قال ان احنا هنراعي انه ما ينفعش دولتين من نفس المنطقه تستضيف، يعني لازم ممكن احنا نحاول نعمل تغيير. ما تنساش ان كوت ديفوار وهي احنا دور الغرب مستضيفه، ما تنساش ان غينيا اللي كانت مرشحه وتسحب منها الترشيح من الغرب، ما تنساش ان نيجيريا وبنين في الغرب. فانا ما اعتقدش ان نيجيريا وبنين هيكون ليهم الحظ يعني. يبقى احنا بنتكلم في زامبيا وبنتكلم في المغرب وبنتكلم في الجزائر. زامبيا تستضيف البطولة قبل كده، يبقى عندها برضه يعني فرص. الكلام انا كنت رحت زامبيا قبل كده يعني، يمكن يعني برضه مش عارف البنية التحتية ايه، انا كنت رحتها من سنوات، كان الزمالك بيلعب، انا كان اريد ديفيدز ومع موفيليرا برضه في مرة تانية. يعني هم عندهم في لوساكا وعندهم في كيتوي، لكن برضو انا متشكك. لكن هم ممكن على اساس ان زامبيا لاول مره تتقدم في ملعب جديد، اعتقد الصين كانت عملته يعني، قامت بانشائه والتعاون معاهم يعني. ممكن يعني خاصه كمان انت عارف ان زامبيا وجنوب افريقيا قريبين من بعض، وانت عارف ان موتسيبي من جنوب افريقيا. لكن انا بشوف ان التنافس هيبقى كبير جدا ما بين الجزائر والمغرب، الاثنين عندهم بنيه تحتيه ممتازه، الاثنين يعني ليهم مؤهلات كبيره في تنظيم واستضافه الاحداث الرياضيه الكبرى. بالنسبه للاتحاد الافريقي هو حاليا بيشوف الملاعب وفي وفود تجوب الدول الخمسه، ويوم 10 فبراير من المفروض ان يعلن بشكل نهائي عن اسم الدوله المضيفه. وزي ما قلت لك انا توقعاتي لن تخرج عن الجزائر والمغرب، هم الاقرب يعني لاستضافه البطوله، مع وجود بعض الحظوظ لزامبيا وان كانت ليست كبيره، اما نيجيريا وبنين فاعتقد فرصهم هتبقى قليله شويه.